رجعنا لكم، مازلنا مواصلين معكم في لوماك حتى للتسعة. باش نمشيو تو تسويت لاندونيسيا باش نحكيو على الاولمبياد العالمي 19 للجغرافيا، وين كانت مشاركة تونس في الاولمبياد هذه عن جمعية الجغرافيين التونسيين. والحاجة الباهية والحاجة اللي تفرح اللي تونس متميزة متألقة في الاولمبياد هذه بزوج جوائز، لو نحكيو عليهم بأكثر تفاصيل ونحكيو زيد على الكونسيبت كامل نتاع الاولمبياد هذا العالمي للجغرافيا. معنا بالتليفون محمد خليل البشير عن جمعية الجغرافيين التونسيين. مرحبا بك محمد خليل على إكسبريس أفام. عسلامة. مرحبا. صحوالك لبيت. الحمد لله. أول حاجة نقول لكم مبروك محمد خليل، دو بخي لتونس، دو بخي لجمعية الجغرافيين التونسيين في الأولمبياد هذا العالمي. رينا بارتاج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي على الجوائز هذه اللي خذيتوها. أول حاجة خلينا نحكيو قبل ما نحكيو على الجوائز، قبل ما نحكيو على المنافسة كيف صارت في الأولمبياد العالمي هذا للجغرافيا، خلينا نحكيو شوية على الأولمبياد هذا، فيش يتمثل بالضبط؟ ساعة قبل كل شيء نسي على الانتشان نسي على الانتشان وقبل كل شيء لنا وكور هذا الحي اللي كيفي معايا الناس اللي هم تخاجرات فاطمة رانيا وعبي جيسانا ودوتي نيد اللي هم فتاغون انو منتور فيه اللي هم مدام عزيز برا ومدام ألفا محمود اهي ان فيت قبل دي سانتي عشان انتخنا شمال اثنين حاضرين 45 دولة 180 بارتيسيبون صارت من 8 ل 14 فوت في بندوق، هي بلاصة مش بعيدة برشا على جاكرتا العاصمة تاع اندونيسيا. مش بعيدة برشا على العاصمة تاع اندونيسيا، وفايت بدا الكومبيتيسيون هذايا تكون عام تحت اسلاف الاتحاد العالمي للجغرافيا. الاثنين في بندوق عاملين في تركيا، عاملين في تركيا اللي قبلوا بتاع فرنسا اللي قبلوا في تركيا، وكل عام قاعدين نشوفوا في تونس طرق مختلفة و هذاك جاء برشا بالفرق عبيد اللي اغلب كلهم من جمعيه الجغرافيين التونسيين اللي هما المحتضنين في تونس، واحنا بالنسبه لهم كادو هما تاع برا كما قلنا احنا الجمعيه هي مسؤوله على الارتياد بآجس كذلك في تونس وتجيب الميزان كلها. متميزه المشاركه هذه لكم انتم محمد خليل البشير، ثامن مره التونس والثامن مره هذه بالجوائز. أيه، أعتقد إنه خلينا بدخي، بدخي أحسن معرفة علمية لجنة التحكيم اللي هي من الدراسة العلمية، وأترس معرفة علمية لسبعة مكمل، والبخي الثاني اللي هو أحسن معلقة علمية لدى قاعدة الفرق، أعتقد معلقة علمية علمية شنية والكمبيتيشن شنية، تاع معلقة علمية، أعتقد يعطيني سوجي قبل بشهر، حاضروا عليه معلقة علمية في هذيك هو لسان دولتنا تونس. اثنين شيء كان على الدور الثقافة في تحديد ولا تنمية المدن. فما بدخي فما تخي لجنة التحكيم اللي هي تمشي أكثر للسانتيفيك والكونتين سانتيفيك الكل والكل وتخي نتاع قادة الفرق وفما في آخر في الآخر تخيل نتاع المشاركين. اون فيت قادة الفرق هما العبيد اللي تسمي مدام عزيزة مدام ألفا اللي معانا من تونس من مدن مختلفة تفاهم دكاترة أساتذة متفقدين من وزارة التربية مختلفين اللي احنا انا يو لونور انا يو البري نتاعهم كون فاليداسيون البري الاولين نتاع جوري. ايوا والمشاركه نتاعكم معناتها البري هذوما اللي خذيتوهم شنو اللي حضرتوا لهم بالضبط؟ شنو اللي يعجبهم في الخدمه نتاع تونس؟ اون فيت احنا سميناها رحله لتونس. اذا في معاه في السنه نقولوا اذا ام رحله لتونس عايشينهم عباره تونسي عاشوا معنا بحياتهم الكل في تونس. أثر التحضير السيانتيفيك اللي قعدنا فيه أكثر من شهر، عملنا إن سومين بلونش مش إن بلونش، عملنا زي ما عملنا فيه بلونش نخلطوا عملنا بالديزاين الكل. سيخ بلاس عملنا فورم أكبر. سيخ لبسنا تقليدي خاطر كل شهر نتاعنا مربوط بالسوجي. لبس 300 نتاع ليكيب تاع الشاشية، التقانا في أغلبية الإيفينمون وفعاليات الأولمبياد لابسين الشاشية، فالشاشية تنتيليز إتيدوكا تابعة للبوستيغ. اي سورتو اللي احنا حاسينهم في تونس جو حاسينهم محتفلين ذوقناهم الماكله التونسيه وريناهم تونس بعين اخرى في تونس الهيتاج نتاعنا تاريخنا وتراثنا وتراثنا خلينا نوصل مدننا توا الكوميونيتي القويه نتاعنا توا.
اي معناتها هو مش سوفور نتاع تابلو ولا حاجه، لكن برشا حاجات يتنوعوا في اطار الجغرافي، اطار التسويق لصوره تونس. هذا هو هو اوفيت سي تان تابلو تقصده من بعيد، هو تابلو، هو تابلو البريزونتاسيون تاعو سي اون اكسبيريونس واللي هو حاجه فيها برشا كونتوني سانتيفيك قسم على بليزيغ بارتي، احنا تونس كات بارتي برانسيبال، وكل عام في عاتي معينة اسمي الاربانيزم العمراء عامي، وجيت مع البوليسيون ماريتيم والبلاستيك واللي قبل شنو قيمتي. وان في تونس مش اول مره تاخذ البري، خليت عامي والدوزيام بري دي جوري وتعامي والبرومي بري دي جوري. انا فما قبل كان البري هذاك اسمي جديد بري جديد اول مره تاخذ تونس، وفي السلاح نتاع الكومبتيسيون اول بلاد في البري هذا يسكن تونس. واضح. ومحمد خليل معناتها المنافسة كيفاش كانت بالضبط؟ معناتها بالنقاط، معناتها معناتها الجمهور يصوت، لجنة التحكيم، كيفاش كانت بالضبط؟ اون فيت هما دو كومبتيسيون باراليل. كيفاش؟ هما اللي لجنة التحكيم قراتهم وحدها على ايفاليوي الكونتوني سانتيفيك بالنقاط بالبوانيت بالديزاين ديزاين الكل. ومن بعد في الليل معناتها عملنا معرف، كنا في 45 دار حاضرين في الكونتيسيون كامل بنفس السيم تاعنا في الجمعه، مي احنا كنا بلو كرياتيف كو واللي هي كانت بلي فوت. احنا تونس لعبنا جو بونس بلوس دو 25 فوت من عند التيم ليدرز، وكات ولا 5 فوت من عند من عند معناتها لي بارتيسيبون. على فكره 25 فوت بارابور 45 ايكيب وبرسك 70 تيم ليدر حاجه انجاز. جاك يشوفوا شوفوا التابلو الكل يتفاجئوا نتاع كذا كل فوت لما تروح اي حاجه باهيه برشا. محمد خليل، كنت متوقعين معناتها لي بخي هذوما معناتها بالمقارنه بالاعمال اللي شفتوها نتاع الدول الاخرين؟ هي الكومبيتيسيون كانت صعيبه برشا، الدول الكل كانت حاضره برشا. الدول الكل كانت حاضره برشا وحاضره روحها بالكدا بالكدا، ديكو كان بخي الجورين كانت واضحه. مي بخي تاع تيميدو عملنا كومباريزون بالوقت بينا بالكيب الاخرين، عرفنا اللي احنا عندنا الماجوريتي ابسوليو بالبلي فوت. شكون كانت عندنا بخي مضمونه، البخي الاخرى كنا اون استيغ ناخذوها معنا. معناتها عايشنا شويه كل لحظه نتاع التتويج، لحظه انكم معناتها معناتها تذكر اسم تونس، تذكر اسم الاسوسياسيون انها هي اللي ربحت. نتصور راهو شعور كبير برشا. وي بيان سور، سي ثمرة تعب بس عام التحضير من الفترة اللي فاتت تاع الاسوسياسيون، ثمرة تعب تحضير اكثر من 4 موا مع البارتيسيبون. سي فرحة كبيرة انه برمي 45 دولة منهم دول نجم نقول عليهم دول تقدس ومعناتها تعطي جغرافيا قيمة كبيرة. احنا كتونس دولة صغيرة وكل اون ايتي بلو كرياتيف بلو كريتيك، بس انا كانت حاجة جد كبيرة وكنت مع تونس من هو في الاسبوع نبكي معاه. ايه نتصور شعور كبير كبير برشا. ابو محمد خليل، من الاعمال الاخرى اللي لفتت الانتباه نتاعك تاع الدول معناتها الاخرى في الخدمه نتاعها ولا حاجه كي معناتها في التحضير او في اللي تابلو نتاع الدول الاخرين، فماش دوله حسيتها اللي هي تنجم تكون زاد هي من الفايزين؟ اون فيت هي ديجا متوجه معنا فرد تيتر نتاع الجمهور، من هما انا هي بلاد هذه محمد خليل مش فيها توا مي بروبابل تنقفلون الريكورد نعطيها مساحه كنا كبيره برشا. انا هي بلاد هذه محمد خليل نعطيها مساحه وميريت ميريت ميور ميريت لو بلوس و اي دونك البخي الاولاني معناتها خديته نتاع لجنه التحكيم، وبعد ذيك البخي الثاني نتاع الجمهور هكا. اي اكزاكتومون نتاع قاده الفرق اكزاكتومون. معناتها اليوم الاعمال نحكيو على الجغرافيا، معناتها قاعده ماخذه الحظ نتاعها. انت ذكرت معناتها عديد الاسماء اللي معاكم في الليكيب. اليوم فما وعي بالميدان هذا في الجغرافيا، انه نجموا اليوم زادا تونس انها تربح ميداليات، تربح دي بخي معناتها في العالم في معناتها في مسابقات اخرى. دونك الوعي باهميه العمل هذا في الميدان هذا نتاع الجغرافيا. بيان فما وعي في علشان انترناسيونال، بس يعني هي تدو بعينك المسابقه اللي هي باغمي لي بلو كومبيتيسيون بلو بريستيجيوز في العالم. ديكو سيتي تري
ترانسبيرون خاطر نحن تونس دوله في الجمهور اللي ما عادش هنا كبيره الجغرافيا، مي تونس كل عام تتصرف في الكومبيتيسيون وتاخذ بوكو دي بخي في جو بخي. تري بيان تري بيان. خلينا نختم معك لهنا محمد خليل بشير. دونك ثم الاعلان على انه الدوله القادمه للعام الجاي معناتها باش تكون هي تحت ظل الاولمبياد هذه ولا مازال؟ ان شاء الله تكون ايرلند، ايرلندا، ايرلندا المملكه المتحده تكون هي الحامه الجايه. باش يبدا التحضير من طول نتصور. كيف اخرى بروح اخرى. اي نتصور معناتها يبدا التحضير على بكري زاد كيما الاولمبياد هذا. اي ديجا من توا خلينا نحضروا نعطيو في ريكومونديسيون تاعنا العام الجاي كيفاش تتم العمليه والكل. وعلاش ليه ما نشوفوش في تونس الاولمبياد هذا؟ وفيت مضمون في تونس 2008 وان شاء الله قاعدين نتناقشوا مع الاتحاد الاوروبي باش نظموها عام 2027 اذا كان ولا بعد. ولا بعد ان شاء الله. دونك ان توكا احنا نقول لكم مبروك مره اخرى محمد خليل البشيري. نذكروا دوبخيل تونس في الاولمبياد العالمي 19 للجغرافيا جمعيه الجغرافيين التونسيين في اندونيسيا. ان شاء الله بعد ما ترجعوا لتونس تجيو بحذنا ونحكيو اكثر تفاصيل على الميدان هذا على الاولمبياد هذا ونحاولوا انه زاد نحكيو ونعرفوا العباد بالمسابقات هذه اللي تتم في الجغرافيا. يعطيك صحه محمد خليل البشير. عايشك عايش برشا على الانفيتاسيون. ميرسي بوكو وان شاء الله ناخذ الفرق ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي بوكو محمد خليل البشير. دونك كنا نحكيو مع الاولمبياد العالمي 19 للجغرافيا زوج جوائز لتونس في الاولمبياد هذا. نحكيو على جائزه من لجنه التحكيم وجائزه الجمهور عن جمعيه الجغرافيين التونسيين. راجعين معكم شوي اخر مواصلين معكم في لوماك وراجعين معكم انتبه.